تربويا الآن أيام قليلة وتعقد ندوة وطنية بحضور المسؤولة الأولى في قطاع التربية تناقش من خلالها تقييم الإصلاحات التربوية، وقد قامت النقابات من خلال تقاريرها بتقديم جملة من الاقتراحات الهامة والانتقادات اللاذعة للقطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير هاجر زليلف. مع اقتراب موعد تنظيم ندوة وطنية تشرف عليها وزيرة التربية نورية بن غبريت في الأيام القليلة القادمة حول تقييم الإصلاحات التربوية، بادرت معظم نقابات التربية في طرح وجهة نظرها المبنية أساسا على انتقادات هذه الإصلاحات. المنظومة التربوية ضربت في الصميم لما طالت مدة التقويم أو التقييم. تقويم المنظومة التربوية أو تقييمها لابد أن يمر كل 3 سنوات. مناهج تفتقد الكثير من الانسجام وتفتقد الكثير من تحتاج إلى ضبط أكبر وتحتاج إلى تغيير وتحتاج بالدرجة الأولى إلى الرجوع إلى أصحاب الميدان. تشخيص واقع المدرسة الجزائرية يندر بجملة من النقائص، لا سيما المقاربة بالكفاءات التي لم تنجح في المنظومة التربوية على حد تعبير عمال التربية. اليوم راح ندخل الإصلاح المدرسة الجزائرية، هي تبدأ من الابتدائي إلى الثانوي وإلى ما بعد الثانوي. هو كان في الإصلاح اللي سبق، يعني إصلاح بدأ في 2003 واللي معروف بإصلاح بنزاغو، هو فيه نقاط الضعف، المقاربة بالكفاءات. هذه المقاربة بالكفاءات مالوريزمون هذه تحتاج لإمكانيات، وهذه الإمكانيات ما توفرتش، وإمكانيات تكون مادية وبشرية، وكذلك نوعية الكفاءات كما نقولوا في التجهيز وفي المادية تكون التجهيز والدراسة تانيك، يعني التفويت، يعني كان بعض المؤسسات الاكتظاظ، هذا كل شيء يعني اللي ما ساعدش بصفة إيجابية في المقاربة بالكفاءات. نقابات التربية شريك اجتماعي هام يملك من الإحصائيات ومن التشخيص بخصوص إصلاحات بنزاغو ما يشكل مادة خاما تساهم إلى حد كبير في معرفة النقائص وتداركها في قابل السنوات.